استعدادا لمسيرات العودة الكبرى، نصبت هذه الخيام على الحدود الشرقية لمدينة غزة. فهؤلاء اللاجئون يتسلحون بالقرار الأممي رقم 194 الذي ينص على عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم التي هجروا منها. أنا جاي هنا أنا أثبت لدول العالم إنه شعبنا الفلسطيني مضطهد من 70 عاما بعد قرار الأمم المتحدة رقم 494 الفخر 11، ولم ينصفنا أي دولة في العالم. يطمح القائمون على فعالية المسيرات إلى أن يجعلوا من المكان منطقة حيوية لا تقتصر على الخيام فحسب، فأقيمت المنصات وأنشئت الملاعب. لطالما كانت الخيام مرتبطة في ذاكرة الفلسطينيين بالتهجير والنكبة، ولكنها تنصب اليوم لتصبح رمزا للأرض وللعودة. فمع بداية صباح الجمعة الذي يصادف يوم الأرض، زحف الآلاف من الفلسطينيين إلى السياج الحدودي لا يرفعون إلا العلم الفلسطيني. كان من بينهم قادة من الفصائل الفلسطينية. اليوم هذا شعبنا الفلسطيني يؤكد كبارا وصغارا بأن لا تنازل عن القدس ولا تفريط بفلسطين ولا حل بالعود ولا حل إلا بالعودة إلى أرض كل فلسطين. رغم السلمية المعلنة للمسيرة لم ينجو المتظاهرون من إطلاق النار، فالرصاص الإسرائيلي قتل وأصاب مئات الفلسطينيين المتجمهرين على السياج الحدودي، ومع هذا لم يثني ذلك عزائمهم. نأكد للعالم كله أنه شعب فلسطين لا يمكن ومستحيل أنه يضحي بحبة رملة من أرض فلسطين. أنا زهرة فلسطين وبنت سدود، جئت اليوم رح أدافع عن وطننا. إحنا جايين هان عشان نثبت لليهود ودونالد ترامب بالذات كمان إنه قلنا حق عودة وجايين عشانه. شعب يحكي حكاية أرضه المسلوبة التي لا تبعد عنه إلا مرمى حجر. محمد منصور، تي ار تي العربية، من الحدود الشرقية لمدينة غزة.